تصور وزارة المالية بتاخذ حاجة اسمها قطع، تخيل انت حاجة اسمها قطع سنوي يقطعوه من ايرادات السنوية اللي بتحققها الميناء. تعرف القطع ده بتسبب في شنو؟ انا مرة اشرت لهيئة المواني ما تدفعه، يعني هيحصل والله انا عارف طبعا المساله دي بعض الاحيان بنظر لها انه كده يعني كانه تحريض وكده، لكن دي المصلحه العامه. ليه؟ الهيئه المسؤوله، الهيئه هو الفهم، الخطا في الفهم بتاع الدوله لعمل المواني. انا زي ما قلت لك المواني هي خدمه التجاره، الايرادات بتاعه المواني مش هي الايرادات الفعليه اللي بتجيب الدولار من الايرادات، لا ابدا، بتجي من الإيرادات اللي بتجيب التجارة الخارجية، وده الحاصل في دبي. أنا مرة مشيت لدبي في واحدة من الزيارات وبعدين قلت لهم أدوني التقرير الإحصائي، فقريت كله الإيرادات ما فيه التكلفة، غريبة جدا. أي مينة دائما بتلقى جزء الإيرادات والتكلفة، فأنت شوف في التلمينة ده شغال. لما سألت المدير قال لي أبدا نحن ما عندنا دخل بالتكلفة. كيف ما عندكم دخل بالتكلفة؟ قال لي التكلفة من مسؤولية تجارة دبي، هيئة تجارة اسمها هيئة ولا اسمها كده تجارة دبي. تخيل، عشان بيوريك أن المواني هي بس جزء لخدمة التجارة وليس كمورد للإيرادات. نحن في السودان بيعتبروها كده، عشان كده وزارة المالية تأخذ قطع من سنين، من زمن مش الليلة. خلاص الموارد المين المفروض لو حتدفع للوزارة المالية، وأنا طلبت أنه ممكن تدفع للمالية بعد ما تحسن التشغيل كله، تكون على مستوى على الأقل مستوى الدول في المنطقة. مصر مستويات عالية خلاص، بالمناسبة مصر فيها 21 مينة، ونحن عندنا مينة بورسودان، ولو قلنا المينة الحقيقي هم الأربعة مرابط اللي قلت لك عليهم، لانه قلت لك المينا بقى هو الحاويات، ما الحال من التجاره والبتاع ده ما في زول ثاني بيشتغل بيهم. دي مسائل شويه بتنتهي بتتاكل خلاص، كل شيء بتحول دلوقتي. فنحن عندنا اربع مراسي، انت عارف مصر لما تضرب 21 في عدد المراسي، تعرف الاسكندريه والدخيل التوسعه بتاعتها ودمياط وبورسعيد والسويس و موان والعين السخنة، مينا ضخمة جدا بتاع حاويات، مينا إقليمي هب بورت شايف للتوزيع بين جنوب شرق آسيا وأوروبا وغير. تخيل نحن في موقع التجارة نحن عندنا أربعة مراسي، يعني تكنيكالي نحن ما عندنا أي، ما عندنا تكنيكالي ما عندنا مواني. الأربعة دي بتلقاها في مينا صغير في مصر، بالرغم ان السودان هو مدخل كامل لقاره افريقيا. يس المنطقه النعم الوسطى كل الوحيد لقاره افريقيا كلها، نحن في الموقع ده بتاعنا بتاع البحر الاحمر. يعني احنا المفروض نكون شايلين التجاره بتاعه السودان زي الدول الجوار تشاد وغيره والدول. ايوه كلها السودان. ايوه بالضبط، وتكون على اسس شنو، مش على سن انت بس عاوز تنتفع، لا وين وين سيتويشن. يعني جنوب السودان يشعروا بأنهم فازوا في أنهم يشاركون، نديهم إمكانيات وكذا. ديل كلهم دول جوار، أثيوبيا ندعاهم معاها على سنهم يشعروا هم المستفيدين ونحن نستفيد. خلاص يا أخي نحن بنستفيد غير النقل البحري وغير المينة، النقل البري إن كان سككي إن كان طرقي إن كان تشغيل إن كان إيرادات، أمور كثيرة جدا، وتجارتنا نفسها برضه ممكن نوصلها معهم. فنحن ما مستفيدين من المسائل دي كلها. بعدين تاني بس أخلص لك آخر شيء اللي هو الميناء، وبعدين الغريبة أنه الميناء الجنوبي فيه إمكانية بتاع التوسعة جاهزة، وأنا حاولت أبدأ الحكاية دي ما ادوني أي فرصة. المخطط موجود جاهز، تصور في هيئة الموانئ، والمنطقة جاهزة ضخمة جدا اسمها داما داما، ساحات ضخمة جدا، الحاويات الكونتينر تيرمينال بتحتاج لساحات ضخمة جدا للستاكينج اوف كونتينرز، تخزين وعمليات الحاويات. المينا ما مكان للتخزين حتى ذاته، بالمناسبة هيئة الموانئ المفروض تعمل
إجراءات معينة، الحاويات ما تقعد. المين هو بس للمرور في أقصر فترة، وفي إعاقات بتقوم بها الجمارك في التفتيش وفي غيره وفي إدارات أخرى، دي كلها المفروض تتحلى لمصلحة التجارة الخارجية.